السلام عليكم. بيسأل لو أنا عندي جريد أو أي حاجة وعايز أخلي فيه محاذاة بينها وبين ال كيرتن وول. يعني أنا عندي وول أركتكتشر وعندي هنا كيرتن وول بالشكل دوت، فأنا عايز أخلي ده يبقى يتعمل له ألايت. فلما بقول له إيه ال واجه هنا ما بيرضاش، ايه الواجهة هنا ما بيرضاش. طب ايه الحل؟ تعالى هنا وبعد كده دوس تاب قبل ما تدوس على الكيرتن وول، هتلاقي جه معاك. ساعتها هتلاقي نفسك تقدر تقفل القفل دوت. فاعمل الاين هنا وبعد كده اجي هنا تاب هيبدأ ياخد الحاجة نفسها وهتيجي معاك بدون اي مشاكل خالص.